السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب الغر الميامين. ازيكم يا سنة تانية ابتدائي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هناخد مع بعض يونت 6 الوحدة الستة، اسمها ايه؟ healthy lunches. healthy lunches يعني وجبات غذاء صحية. تمام، هنبدأ بقى نقرأ الكلمات مع بعض. هي كلمات lesson 1 الدرس الاول. تعالوا نبدأ نقول بسم الله. عندي أول حاجة كده اسمها food. food الطعام اسمه ايه؟ food. طيب نبدأ بقى. عندي هنا بطاطس مقلية اسمها fries. fries fries. بيض eggs. eggs eggs. عنب grapes. grapes grapes. فاكهة fruit. fruit fruit. فراخ chicken أو دجاج chicken. chicken والسي اتش تدينا تش والك سي مع كي. ايس كريم هتفضل زي ما هي، هتبقى ايس كريم. ايس كريم. برجر هي برجر، بي يو ار جي اي ار، غنيها كده عشان تحفظها. تمام، نيجي بقى تحت للدرينكس المشروبات اسمها ايه؟ درينكس يشرب درينك وتحط لها اس تبقى مشروبات. لبن ميلك. ميلك ميلك. شاي تي تي تي. عصير جوس. جوس جوس. ماء واتر. واتر او واتر. واضر الاثنين صح. تعالوا بقى نشوف السبيكينج مع بعض. بيقول له هنا ايه؟ grandpa would you like some tea. grandpa would you like some tea. قال له يا جدي هل عايز، هل تريد، هل عايز ازاي بقى، هل تريد بعض الشاي؟ قال له هل انت عايز شاي؟ فقال له no thank you. يبقى انا لو مش عايز الحاجة هقول no thank you. قال له I would like some juice. انا عايز ايه؟ عصير. طيب رقم 3 بتقول لها ايه؟ would you like an egg. قالت لها هل عايزه بيضه؟ فقال هل تريدين بيضه. رقم 4 انا كنت هقرا دي. 4 قالت له yes please. يبقى انا لو انا عايزه حاجه هقول yes please، لو انا مش عايزه هقول no thank you. بعد كده بتقول هنا would you like some chicken. قالت لها هنا عايزه بعض الفراخ. فقالت لها ايه؟ yes please that looks yummy. قالت لها ايوه ده شكله ايه؟ لذيذ. تمام كده. طيب فهمتوا انتوا طبعا القاعدة من القراءة اللي احنا قرناها. القاعدة هنا على would you like some. would you like some or would you like an. يعني هل عايز، هل بتحب كذا. تمام، ازاي نجاوب عليها؟ مس قالك السؤال هتعمله كده would you like some، كل ده ثابت معانا، وفي الاخر تغير الكلمة دي تحط بقى bread fries eggs milk tea اللي انت عايزه من الكلمات اللي احنا خدناها. لو انا موافق هقول له yes please. لو انا موافق هقول ايه؟ yes please. لو انا مش موافق هقول له no thank you. خلاص، يبقى انا لو موافق هقول yes please، لو انا مش موافق هقول له no thank you. عايز تكمل اجابة بنقول I would like some juice، يعني انا عايز بعض العصير. خلاص. طيب لو عايزة بقى هقول له ايه هو مشروبك المفضل، اقوله ازاي؟ كلمة ما هو طعامك او شرابك المفضل هقول what's your favorite food، او ناحش كلمة food وحط drink. اقول what's your favorite food هقول له my favorite food is a chicken او fries. تمام، اما بقى لو قلت له what's your favorite drink، ايه هو مشروبك المفضل، هقول له my favorite drink is juice milk tea اي حاجة. تمام كده. طيب المهم ان انا عايزكم بس تركزوا عليها would you like، وبجاوب عليها يا اما yes please او no thank you لو انا مش عايز. طبعا هنا دي هنغنيها مش فاضيين احنا، هي نفس الحاجات اللي احنا قرناها. ولا الصفحة الثانية writing corner الكلمات دي انت هتقراها وتمشي عليها. عندي كلمة grapes وfruit وice cream وchicken وburger وfries وjuice وeggs water. تمام، هتمشي عليها مرة وتكتبها بعد كده بخط جميل. هنا بقى هنحل مع بعض على lesson 1. تمام، عندي هنا fruit فاكهة. فين الفروت يا مس؟ اهي نكتب عندها number 1. بعد كده burger اهو، 3 fries اهي. هنا بقى جوس ولا تي؟ لا يا مستر عصير جوس. هنا ايجز ولا جريبس؟ هتبقى جريبس. ايس كريم ولا فروت؟ هتبقى ايس كريم. طيب هنا فرخه تشيكن اهي. طيب ايجز ده البيض يا ميس. هنا واتر الميلك اللي هي الميلك ايه؟ اللب الووتر اللي هي الميه. تمام. طيب تعالوا بقى هنا للسؤال الجميل ده، بيقول ايه؟ would you like some juice، هل تريد بعض العصير؟ عامل لي هنا ايه؟ صح، يبقى انا هجاوب yes. لو انا موافق هقول ايه؟ yes please.
يلا يا لوكا، ملوكة حبيبة المس، جاوبي قبل ما انا اجاوب. تمام، هنا would you like some eggs، هل انت عايز بعض من البيض؟ هنا مجاوب بغلط، يبقى هجاوب بإيه؟ ها هتبقى no thank you. تمام كده. طيب هنا بقى قال لي هنرتب الكلمات، عندي هنا كلمة ماء water w a t e r. تمام، بعد كده فاكهة fruit f r u i t، لبن milk m i l k. تمام كده. بعد كده بقى هتمشي هتكتب الجملة دي بخط جميل، بيقول my favorite food is chicken، يعني طعام المفضل هو الفراخ. تمام. طيب تعالوا بقى نشوف unit listen to مع بعض part 1. عندي هنا كلمات، عندي كلمة جعان hungry hungry، خبز bread bread bread، عطشان thirsty thirsty. طيب لو عايزة اقول انا جعان او انا عطشان هقول I am، هقول الكلمة I am hungry I am thirsty، انا جعانة وانا عطشان. طيب الناحية التانية بقى بيقول لك على like ولايكس، like ولايكس، ايه الفرق ما بين دول؟ قال لي هي وشي الاتنين دول بتاع الولد والبنت بيحبوا لايكس، قلنا بيحبوا الحاجة اللي فيها الاس، فاقول هي لايكس شي لايكس. هو هنا الولد بيحب الفاكهة، فهنقول البنت قصدي نبقى نقول شي لايكس فروت، هي بتحب الايه؟ الفاكهة. لكن هو هنا بيحب اللبن، فهنقول هي لايكس ميلك، هو بيحب اللبن. تمام. طيب انا بقى لو عايز اعمل سؤال بدو يو، الله بقى على دو يو زي كان بالظبط لما بنجاوب بيس ونون نعكس اول كلمتين، هنا بتقول دو يو لايك بيتزا، هل انت بتحب البيتزا؟ هو بياكلها، يبقى نقول يس اي دو، بنحول اليو اي وننزل الدو بس بخلي الدي ايه سمول، بس كده يس اي دو. طب لو معنوه هقول له نو اي دونت، هنا دو يو لايك فرايز، هل انت بتحب البطاطس؟ قال له نو اي دونت، لا. تمام، هنا قال لك ايه؟ يس اي دو، نعم احب، اما هنا نو اي دونت يعني لا ما بحبش، ودونت ممكن اكتبها كده وممكن اكتبها كده، بس احنا طبعا بنختصرهم بالشكل ده. تمام. طيب تعالوا نحل، هنا بيقول لي هنا هانجري ولا ثيرستي؟ طبعا ده بياكل يبقى هانجري. هنا جوس ولا تي؟ لا امس ده شاي تي. طب ايس كريم ولا فرايز؟ لا ايس كريم. طيب هنا ده اللي بيشرب يبقى عطشان ثيرستي، الث تي اتش وبعدين اي ار اس تي واي تبقى ثيرستي. طيب فراخ تشيكن اللي تش سي اتش وبعدين ا والك سي كي وبعدين اي ان. هنا بقى برجر هتفضل زي ما هي، برجر بي يو ار جي اي ار. تمام كده. طيب هنا بريد بقى الخبز فين هو؟ اهو. بعد كده جريبس العنب وبرجر اهي. تمام كده. الصفحة التانية بقى بارت 2 الجزء التاني من لسن 2 اللي هو بقى ايه؟ healthy and unhealthy food، طعم الصحي والغير الصحي. عندي هنا كلمة جسم body body body، أسنان teeth teeth، يكبر grow grow، جيد good good، غير جيد not good not good، يأكل eat eat، فاكهة fruit fruit، خضروات vegetables vegetables. تمام. طيب بصوا هنا بقى جايب لي هنا صورة الطعام الصحي والunhealthy. هنا الهيلثي زي الميلك الفروتس التشيز الجوس اليوغرت والفيجيتابلز، اما بقى الانهيلثي هيبقى ايس كريم للي بوب الكولا الكب كيك والسوسيس. تمام، اللي هو السندوتشات يعني اي حاجه بتتشرب من بره بتبقى انهيلثي. تمام. الصفحه الثانيه بقى جايب لي كلمات وهتمشوا انتوا على الكلمات دي، بيقول ايه؟ It's got to eat healthy food، يعني من الجيد ان احنا ناكل طعام صحي. ام الهيلثي فود بقى لايك ايه؟ زي ايه؟ الفروت الفاكهه and vegetables والخضار، helps our bodies and our teeth، الخضروات والفاكهه والطعام الصحي كله بيساعد جسمنا واسناننا. اما بقى الunhealthy food الطعام غير صحي is not good for our bodies، مش مفيد لجسمنا. زي الايه؟ بيقول لي unhealthy food doesn't help our bodies grow، مش بيساعد جسمنا ان هو يكبر. تمام كده، فهمتوا كده الحاجات الهيلثي والان هيلثي، الصحي والغير صحي. هنا عندي هنحل مع بعض على لسن 2 بارت 2. اول حاجه كده بيقول لي هيلثي فود الطعم الصحي، طبعا هو يمس الخضار والفاكهه. ان هيلثي فود الطعم الصحي الغير صحي اهو،
بعد كده eat يأكل اهي نمبر 3. ده unhealthy ولا healthy؟ لأ يا مس ده healthy. طب دي healthy ولا unhealthy؟ طبعا healthy ونص، ده فاكهة. leg و teeth طبعا دي teeth أسنان. good ولا not good؟ جيد ولا غير جيد؟ لا not good. طيب helps أو help our teeth ولا don't help our teeth؟ بيساعد أسناننا إن هي تنمو ولا مش بيساعدها؟ لا بيساعدها، يبقى help. تمام. طيب الناحية التانية بيقول لي ايه؟ الخضار والفاكهة ده is not good for our bodies ولا it's good for our bodies؟ good ولا not good؟ لا يا مسي ده good. طيب الفرايز هتبقى not good. طب اللي تشيز هتبقى good، اما الليبوب هتبقى not good. تمام. هنا بقى عايزك تكمل، بيقول لي healthy food not our bodies and our teeth. الطعام الصحي يبقى helps بيساعد جسمنا. unhealthy food is not for our bodies، مش كويس لصحتنا، هيبقى bad ضار يعني. تمام كده. طيب بكرة ان شاء الله هنزل لكم الدرس الثالث بإذن الله، الثالث والرابع عشان نخلص الوحدة السادسة واحكي لكم القصة ان شاء الله. تمام كده. سنة تانية برحب بكل الناس الجديدة، وملوكة حبيبتي عشان انا عارفة ان هي هتسمع الفيديو النهاردة، منورة يا ملوكة، مساء الفل عليكي. يلا اشوفكم بقى على خير في فيديو جديد، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.